9 عدد 2 إذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى. ده في نفس الرؤية يعني من 8 من صح 8 لصح 11 رؤية واحدة. إذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال، كل واحد عدته الساحقة بيده. دول جايين يعملوا قضاء، عددهم كام؟ دول جايين يعملوا عدته الساحقة، ده جايين يعملوا قضاء على الخطية. بس في حاجة لذيذة، في واحد سابع في وسطهم، رجل لابس كتان. تفتكروا مين؟ ده سؤال مدرس أحد. تفتكروا مين؟ ففي ثلاثة عن يمين وفي ثلاثة عن شمال، بس في الوسط رجل لابس كتان وعلى جانبه دوات كاتب. فدخلوا وقفوا بجانب مذبح النحاس، لأن المشهد كان في الهيكل. مجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة الباب. فاكرين الأسبوع اللي فات حكيت لكم إزاي كان المجد بيمشي خطوة خطوة يخرج وبيتلكك يرجع بسرعة. فدعا الرب الرجل، الآب دعا الرجل اللابس الكتان، يعني الآب كلم الابن ببساطة، الذي دوات الكاتب على جانبه، وقال له الرب، الآب بيقول للابن، أعبر في وسط المدينة وسمي سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطه. ففي قضاء، بس في سابع، في ست بس في سابع، والسابع بيحمل سمة بتوضع على جباه الشعب اللي واقف قدام الرب، فاتح كل حاجة، بيقف قدام الرب، يئن قدام الرب، بيصلي بالروح، مليان بالكلمة، واقف قدام الرب، مش باصص للحالة يقول هو ده الطبيعي، لا، في نار هنا. فالسابع بيوقف القضاء ليه؟ لأن في ناس مليانة بنار في وسط زمن مفهوش نار، ناس مليانة بتين في موسم مفهوش تين، ناس مليانة فرح في موسم فيه خوف، ناس مليانة حاجة مختلفة من الظروف المحيطة، لأنها شجرة مغروسة في حاجة مختلفة خالص على مجاري المياه. فقال له أعبر، سمي سمع على جباه الرجال اللي بيئنوا متنهدين، يئنون ويتنهدون. بصوا احنا شعبنا شرقي، فيئنون يعني يتنهدون، دي شكلها ازاي؟ شكلها مش جميل، اوكي، بس ده مش الاصل بتاع الكلمه. اصل الكلمه ناس بتزوم جواها، بتولد جواها، بتدفع لقدام، مش مشفقه على نفسها بتئن، لا، دي ناس بتزق لقدام، زي ما تنهد يسوع. تنهد يسوع في إنجيل مرقس دي يعني مطلق معجزة، راها في مرقس 4 وفي مرقس 3، يقول لك أن يسوع رفع عينيه إلى السماء وقال للسماء انفتحي، ففي الحال الرجل اللي تحت انخف. هو ده الأنين، هو ده التنهيدة، موجودين في إصحاحين وراء بعض في إنجيل مرقس 3 و4، أن يسوع وتنهد يسوع. ايه القصة؟ الأنين والتنهد مربوط بحاجة بتزق القدام، مش بحاجة راجعة لورا بشفقة على النفس، لا، ده حاجة. فقالوا سمي سمع على جباه الرجال اللي بيزقوا القدام، اللي مش شايفين الحالة، اللي واقفين فوق الجبل، تعالى بنار، اللي جواهم صلوات مضطربة. أنا مضطربة، مش مضطربة، جاء الوقت إنك تدرك إن الرب عايز يسكب نيران صلاة بالروح، بإيمان، بكلمة. ده وقت نهضة في الكلمة، ده وقت نهضة في الصلاة بالروح، ده وقت قراءة كتير وصلوات كتيرة. معرفش عنك، بس لو أنت فاتح نفسك لربنا هتجد نفسك بدون سابق انذار فجأة ليك نفس تصلي بالروح، فجأة ليك نفس تقرأ في كتاب مقدس. من فضلك تجاوب، لأن الرب فاتح في الزمن ده بيدور على ناس عكس الطبيعي، عندهم تين برغم ان ما فيش تين،
عندهم فرح رغم ما فيش فرح، عندهم ايمان ومزقططين وكانه في حاجه مختلفه، مش لان هم مجانين لكن لان هم شايفين عارفين الههم واقفين قدامه.